كيف كانت بداية التفريغ عندكم يا شيخ صالح؟ بدايتي للتفريغ سبحان الله كانت مفاجئة. أيوه. أنا كان عندي صديق. نعم. كان في الجامعة وكان يشتغل على بيع الأشرطة. تمام. هذا في القديم الكاسيت. هذا نعم في الكاسيت قبل. نعم. كان عنده سلسلة كتاب التوحيد للشيخ صالح الشيخ. ما شاء الله. أظن أنت لكم عناية خاصة بتفريغات الشيخ صالح. نعم. الله يحفظه. أنا كنت ناوي أني أشتريها لأنه ما اشتراها منه ولا أحد. وطولت عنده. في الجزائر. هذا في الجزائر. طولت عنده وقلت أنا أشتريها عليه. تمام. وأنا ما عندي علاقة لا بتفريغات ولا بشروح ولا بدروس. أصلاً أدرس في الجامعة في ذلك الوقت. أدرس بكالوريوس رياضيات. تمام. أنا أخذت الأشرطة هذه بما أني اشتريتها. أريد أن أسمعها. تمام. بديت أسمعها وجدت علم يعني ما سمعته من قبل. ما شاء الله. قلت هذا أحسن شيء أني أفرغه. طيب. أنا كان فيه طلبة في الثانوي كنت أدرسهم دروس خاصة. نعم. لكن كنا نعمل جلسة لندرس فيها أمور دينية. أدرسهم رياضيات دروس خاصة رياضيات. لكن نعم. ها وأنت تخصص رياضيات أصلاً. رياضيات. نعم. اقترحت عليهم قلت لهم إيش رأيكم لو أعطيكم كل واحد شريط. إيه. يفرغوا له هو وبعدين يعطينا ايش الفائده اللي استقاها من ذلك الشريط. ما شاء الله. هذا من اول شيء وانت عمل منظم يعني. هذه البدايه. بدوا كل واحد اخذ شريط. بعضهم ما استطاع يفرغ. اظن بقوا ثلاثه فقط فرغوا. ما شاء الله. وانا فرغت ايضا معهم شريط. نعم. خلاص اخذت اشرطتهم ما وجدت من يكملها. بديت انا اريد ان اكمل الشرح كله. لكن الشيخ كان يتكلم على ثلاثة الأصول، يتكلم على لمعة الاعتقاد كذا، وجدت أني ما أفهم ماذا يقول في كتاب التوحيد. يجب أن أرجع أولا إلى ثلاثة الأصول. هذا هو التدرج إذن. رجعت إلى ثلاثة الأصول. يعني يا شيخ سالم لو من قبل كان هناك من أرشدك أنه لابد تبدأ بالأصول الثلاثة ثم القواعد مثلا ثم بعد هذا كتاب التوحيد، كان اختصر عليك شرطا كبيرا. نعم. بدأت في ثلاث أصول وأيضا بثلاث أصول الشيخ صالح الشيخ كانت أكبر من مستواي، ما استطعت أن أكملها. رجعت إلى لمعة الاعتقاد. وفي ذلك الوقت ما كان في كمبيوتر، كنت أفرغ على أوراق من الكاسات على في الكراسات، ولحد لاني موجود عندي. بس الكراسات أنا أشوف الكراسات عندكم يعني لا تقرأ في الغالب، لا أدري لماذا. نحن نقرأها يعني. أنت تقرأ لك نحن ما نقرأ. الإسلام رحمه الله كان خطه يقرأه. الله المستعان. لأنه نسرع نحن في الكتابة. تسرع. نسرع في الكتابة. كملت أول تفريغ كملته كاملا هو لمعة الاعتقاد. ما شاء الله. وبعدها ثلاث أصول. نعم. وبعدها رجعت إلى كتاب التوحيد وأكملته. وطبعا مع الممارسة يكون التفريغ أسهل. الله. بدأ شوي فبدأت شوي أسرع لكن بعدها ظهر الكمبيوتر. نعم. الآن هو الأحسن الآن يتكلم على طريقة الكمبيوتر لأنها هي الآن الغالبة. ما شاء الله. الآن الكمبيوتر يحتاج إلى ثلاث أشياء. أول شيء هو الجهاز أو البرنامج الصوتي. البرنامج الصوتي اللي فيها صوت الشيخ. صوت الشيخ هذا يجب أن نختاره بعناية. لماذا؟ لأنه في البرامج نحتاج بكبسة واحدة يتوقف. نعم. ما نحتاج لأنه كبستين ولا اثنين هذه تضيع الوقت. لأنه مثلا نحن تقول إيش هي ما مثلا ما تحتاج وقت لكنها أنت حس تكررها ملايين المرات. الله المستعان. أيضا الشيخ الآن في بعض المشايخ أصواتهم صعبة للتفريغ وبعضهم يعني. سهل. صحيح. هذا صوت الشيخ نتحكم فيه لأنه الآن أنا مثلا لما أبدأ في الجهاز ممكن تتحكم. أيوه نتحكم في الصوت. أنا الآن مثلا أضعه مثلا 70%. أي نعم. ما أضعه هو الأصل 100%. السرعة. سرعة الصوت. أي نعم. أضعه 70%. بعضهم مثلا 70% أستطيع أفرغ معه عادي. نعم بسرعة. بسرعة هو يتكلم وأنا وأنت تفرغ. الآن مثلا الشيخ صالح الشيخ لو يكون مثلا 60%. أيوه. أفرغ معه عادي. ما شاء الله. لكن من الميزة التي يجب أن يركز عليها الذي يفرغ أنه إذا أخطأ في كلمة لا يتوقف. يمشي. يمشي يكمل. أي نعم. لأنه نكمل التفريغ كامل. وبعدين يراجع الأخطاء. وبعدها يرجع يراجع الأخطاء ومعها علامة الترقيم. تمام. وأيضا لا يخرج الآيات إذا يريد أن يجعلها بالرسم العثماني. نعم جيدها لازم أحسن حتى ما يكون فيها خطأ. نعم وهذا التكرار يعني ما شاء الله الإنسان يفرغها أول مرة يرجعها من أجل علامة الترقيم. نعم. ثم يرجعها مرة أخرى بعد علامة الترقيم حتى يصحها هل في أشياء أخرى تحتاج إلى شكل ولا شيء.
هذه فقط هذا تكرار للدرس 3 مرات. ما شاء الله، هذا يطلع صالح على الشيخ ثاني. هذا ما شاء الله يعني. ها؟ صدق والله. نعم. أي والله يطلع صالح على الشيخ ثاني عندنا. الآن عنده مفرغة مكتوبة في الورد، خلاص الآن يستطيع أن يلخصها إذا أراد أن يلخصها. تلخيص أصبح سهل لأنه حيأخذ منها مقاطع. نعم. يجعلها ملخص له. هذا يعني حيستفيد ويربح أيضا وقت. ما شاء الله. طيب.